قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بزيارة إلى مركز الفحص الإضافي للفحص بالمركبات في محافظة المحرق بالقرب من مستشفى الملك حمد الجامعي بمناسبة تدشينه كثالث مركز لإجراء الفحوصات من المركبات مع الإبقاء على المراكز الحالية في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ونادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك بحضور عدد من أعضاء الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وكبار المسؤولين في القطاع الصحي. استمراراً لجهود الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا، جاء هذا المركز مركز الساية في محافظة المحرق لمساندة الكادر الصحي في مواجهة هذه الجائحة، وذلك من خلال تقديم خدماته في الفحص من خلال المركبات للمواطنين والمقيمين في المملكة. الحقيقة المركز حق أساسا لفحص الناس اللي هم يطلعون عندهم بعض الأمراض أو حتى شك أو يعني عندهم شك أنهم في احتمال أن يكون صاب المرض من كونتاكس أو غيره أو طلع لهم بوزيتيف تيست في الراندوم تيست، هاي كلهم يعني يجون هنا بحيث أن نتأكد منهم أنه أوكي نسوي لهم البي سي آر وتأكد منهم الله أيدر أنه يعني مصاب أو غير مصاب، على أساس عقب بسيطة إجراءات تصنيفهم وترتيب علاجهم من عقب هذا الجسم. وبعدين يعني المعرض هذا المكان حق قريب يعني حق المناطق السكنيه في البحرين، وفي نفس المكان مفتوح، فيعني صار لي العمل اسهل واسلس في الموضوع هذا كله، والاستقبال الناس يكون اكثر وبسرعه اكبر. جاهزيه عاليه ابدتها الكوادر الوطنيه العامله في هذا المركز، والذي تصل طاقته الاستيعابيه الى نحو 4000 فحص يوميا تجرى بكل سهولة ويسر. طبعا يأتي افتتاح مركز الفحص بالمركبات في السايل بالبسيتين بالقرب من مستشفى الملك حمد الجامعي، كإضافة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة ومجابهة فيروس كوفيد 19. هاي المركز يأمن فرصة أخرى بعد افتتاح مركزين سابقين، المركز الأول لفحص المركبات في الدرايف ثرو في أرض المعارض، والثاني بنادي راشد للفروسية وركوب الخيل. وهذا الموقع والمكان وبالسعة الاستيعابية تكون بمثابة داعم مثل ما سبق وذكرنا، لأنه بيكون في توافر للخدمات في مواقع أكثر وبسهولة ويسر أكثر، فبالتالي سهولة الوصول للخدمة وتيسيرها للمواطن والمقيم. المركز هنا راح يقدم خدمات لفحص الخروج للمخالطين، فحص الخروج للقادمين من السفر، بيقدم الفحص للي طالع نتائجهم إيجابية في الفحص السريع. الحمد لله كل هذه الفحوصات إن شاء الله راح تتم بشكل سلس بشكل سريع، يعني اللي لاحظناه اليوم من أول يوم في الافتتاح الحمد لله في التزام بالمواعيد، معدل الانتظار جدا قليل، يعني يمكن السيارة ما تتجاوز 5 دقائق إذا فيها راكب إلى راكبين، فالحمد لله يعني العملية قاعدة تمشي بصورة جدا ممتازة وجدا سلسة. الطاقة الاستيعابية ممكن احنا نستوعب حتى إلى 4000 في اليوم، حاليا يمكن قاعدين نسوي بشكل أقل لأن اليوم الأول، لكن احنا مجهزين ومستعدين، وحاليا في 10 خيام في مجال إلى أن ترتفع إلى 18 خيمة. تلبية احتياجات المرحلة الحالية ومتطلباتها اللوجستية ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية في المملكة بدعم ومتابعة من قبل المسؤولين في القطاع الصحي بشكل مستمر. عملية مواجهة فيروس كورونا هي عملية مستمرة تواصل من خلالها الكوادر الصحية في مملكة البحرين في رفع الجاهزية والاستعداد بكل احترافية لمواجهة الفيروس في مختلف الحالات ومختلف الظروف. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.